تمثل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إحدى الثمار البارزة للتعاون الخليجي المشترك. فمنذ انطلاقتها وهي تحاول جاهدة أن تكون بمستوى الطموح لتحقيق الاستراتيجية الإعلامية التي سنها قادة دول المنطقة، وأن تكون أيضا بمستوى طموحات أبناء دول المجلس في التأكيد على إعلام خليجي متميز يحلق في آفاق المستقبل ويقدم الوجه الحقيقي للإنسان في المنطقة. ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تأسست في يناير عام 1976 باشرت إنتاجها الأولي في منتصف عام 1977 من خلال البرنامج التربوي التعليمي افتح يا سمسم. هي مؤسسة خليجية رسمية مقرها دولة الكويت، يترأسها مجلس إدارة يضم أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي المساهمة في إنشائها، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. بالسبعينات طبعا كانت هناك طفرة فكرية وثقافية في الكويت، ويعني واكبت في المسرح والتلفزيون والإعلام وجميع وسائل اللي في وقتها اللي كانت في هذه الفترة. ففكروا المسؤولين أن يصنعون مؤسسة أو يقومون على مؤسسة تعنى في هذه البرامج اللي لها دور في تثقيف الطفل والتثقيف المجتمع، وكانت لها يعني بصمات، يعني برامج من بدت أنها مثل أول تفكير كان عمل اللي هو برنامج افتح سمسم اللي خذ صدى كبير في مراحل الجزء الأول والثاني والثالث والرابع لما صار الغزو الغاشم صدامي، وبعدين جاء برنامج سلامتك وجاء برنامج قف. هاي كل البرامج كانت تختص سلامتك بالصحة وقف في التوعية المرورية، وافتح يا سمسم كان له دور في اللي هو الطفل هو الجهة المعنية اللي تهمنا احنا كمؤسسة. وصراحة خذت خطوات جميلة بدعم من مسؤولين من ناس معنيين في الموضوع القائمين عليها من دولنا ودول الخليج العربية. وعلى مدار سنوات قدمت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدمت عددا من الأعمال التي تركت بصمة لا تزال قائمة في ذاكرة المواطن العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة. ففي عام 1977 كانت الانطلاقة الأولى لهذه المؤسسة متمثلة في برنامج الأطفال افتح يا سمسم، والذي حقق نجاحا ملفتا وحلق بهذه المؤسسة في سماء العقل العربي عموما. ومن بين الأهداف التي نص عليها قرار إنشاء المؤسسة إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لعرضها في المحطات الإذاعية والتلفزيونية للأعضاء وكذلك الدول العربية والدول الصديقة. تسعى هذه البرامج لإحياء التاريخ العربي والإسلامي وإبراز المثل العليا لدين الإسلام والتعريف بأمجاد الإسلام وسير أبطاله وقادته. هذا هو الجامع الأزهر من أقدم الجوامع في القاهرة، عمره من عمر المدينة التي يوجد فيها، مدينة القاهرة، وأهل القاهرة يصلون فيه من مصر يأتون ومن كل بلاد الدنيا.
كما نص قرار إنشاء المؤسسة على إحياء التراث الخليجي وخاصة الفنون الشعبية، والعمل على تسجيلها وثائقياً لتكون مرجعاً تاريخياً ومصدراً للنهوض بمستوى الفنون والآداب الخليجية في مختلف المجالات، والتعريف بكل مناطق الخليج من كل زواياها وجوانبها جغرافياً وسكانياً وسياحياً، إضافة إلى الارتفاع بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وإلقاء الأضواء على ما يصدر من أهل الخليج من إنتاج أدبي وفني وعلمي. هو لا شك أن هناك في أهداف طبعا وضعت حسب رؤية المسؤولين في دول الخليج، وطبعا على رأسهم دولة الكويت اللي هي دولة المقر لهذه المؤسسة، أهداف توعوية، أهداف تهتم في الطفل، في شؤون الطفل، أهداف تهتم المجتمع. إذا في هناك رسائل لازم لها دور تثقف المجتمع، أهداف إسلامية طبعا، لأن احنا كمؤسسة يهمنا أن نوصل الرسالة الدينية الصح اللي بموجب رؤية، طبعا رؤى دول الخليج. فهناك طموحات وهناك نظرة من إخواننا في دول الخليج المسؤولين المعنيين في كل دولة، وطبعا لازم نعمل هذه كمؤسسة، لازم تكون ترضي الأطراف كلها في 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 جو برامجي يهدف إلى هذه السمات الطيبة. في العام 2016 وبعد 35 عاما من التوقف، عاد برنامج افتح يا سمسم إلى البيوت العربية مجددا. ومنذ نشأتها اهتمت المؤسسة بمواكبة التطور التقني والفكري الذي يشهده العالم بشكل مستمر، وقد انعكس ذلك على طريقة تناولها لتلك المعطيات من حيث التغيير في المحتوى الإنتاجي وفي المواضيع التي تناولتها المؤسسة مع دخول الألفية الجديدة. وأنتجت المؤسسة برنامج الخليجي مكمن الطاقة، والذي يركز على الإنسان بدول المجلس ومسيرة بناء الإعلام الحديث وتقنية الاتصالات، ويتم بثه من إذاعات دول المجلس، كما استمر إنتاج برنامج خليجنا واحد. وقامت المؤسسة أيضا بإنتاج رسائل توعوية وأفلام تسجيلية بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، كما قامت بعمل تبادل للبرامج التلفزيونية بصفة دورية بين تلفزيونات الدول الأعضاء، كما أنها سعت للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خلال إنتاج رسائل تلفزيونية قصيرة سلطت من خلالها الضوء على مسارات السوق. لا شك أن هناك برامج انعملت في فترة، تقريبا فترة نهوض هذه المؤسسة العريقة، بأنها يعني مثلا على سبيل المثال برنامج الكشاف يعني كان عمل حسب توجه تربوي تعليمي ثقافي ترفيهي، كل أخذ هذا الإطار وطبعا يخدم. احنا دائما لازم نحرص ان نرضي الأطراف كلها. هناك 6 دول يعني كان الواحد العادة الإنسان يتزوج 4، احنا متزوجين 6 على قولتهم، فيعني لازم نرضيهم في جو طبعا يشجع الأعمال التلفزيونية، إذا كانت درامية، إذا كانت ثقافية، وثائقية، توعوية، فلاشات، كلها تأخذ الإطار هذا وتكون مطبقة الملاحظات اللي يعطونا إياها طبعا في اجتماعاتهم الفاضلة. لما نبدأ نقرر أن نعمل برامج، هناك اجتماع قام لمجلس الإدارة يتمثل بوكلاء وزارات الإعلام أو أشخاص المعنيين في التلفزيونات والإذاعات، وطبعا ما يخفى عليك احنا نسوي إذاعي وتلفزيوني، فكان كان كان لها صدى. في برامج لها صدى ديني مثل حضارة وتاريخ يعني عملت في هذه الفترة، في برامج منوعة عملت في مثل برنامج الموسوعة الموسيقية، وفي كثير يعني، وطبعا ماني قايل لك على الطفل اللي هو مدينة المعلومات وغيره. ففي برامج انعملت يمكن هذه بعض البرامج سويناها بعد بالتسعينات او بالثمانينات طبعا، فكانت عامله صدى من كل الجوانب،
ولقى قبول وكانت تعرض في محطات التلفزيون الخليجية. ويت فترة أنه طلب منا في أحد اجتماعات طلب مني، أنا كنت موجود بصفتي مدير عام مؤسسة البرامج، أن أوزع هذه البرامج على المحطات الخاصة بالمجان يعني.
ومن أوجه التعاون الخليجي كان إنتاج وبث برنامج السياحة في الخليج من 30 حلقة، وإنتاج برامج إذاعية للتعريف بقطاعي النفط والطاقة، وتوسيع مجال مهرجان الخليج للإنتاج التلفزيوني الذي يقام كل عامين ليشمل الإنتاج الإذاعي بدول المجلس، واعتماد نظام أساسي له. كما قامت إذاعات دول المجلس بإنتاج برامج تحمل مضامين إعلامية تخص المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، والاهتمام بتسليط الضوء على الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية لدول المجلس، وإعداد برامج خاصة بهذه المناسبات والإشارة إليها ضمن برامج الإذاعة، بالإضافة إلى إنتاج البرامج التي تعمق المواطنة الخليجية. محمد نبينا والله يا ناصر، محمد نبينا، وتخلي لسنينا سلم لنا حمد، وتخلي لسنينا حققت المؤسسة نجاحا باهرا في إنتاجها لأول فيلم كرتوني روائي خليجي، ابن الغابة، المقتبس من التراث الأدبي العربي الإسلامي لقصة حي بن يقظان للأديب ابن طفيل، ونالت عليه جائزة أفضل فيلم سينمائي كرتوني للأطفال في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل. وواصلت تميزها في مدينة المعلومات الذي أنتجه بتقنية فنية متقدمة وصياغة عصرية وشخصيات غير تقليدية توفر للطفل المتعة والفائدة والتوجيه السليم. وعليه نالت المؤسسة الجائزة الذهبية في 3 مهرجانات لأفضل برنامج أطفال تلفزيوني. وأثرت المؤسسة المكتبة العربية التلفزيونية بالعديد من أفلام الكرتون التي تستهوي الطفل، مثل علاء الدين، زينة ونحول، وطائر الخير. وعكست المؤسسة رعايتها للنشء في المنطقة في إبرامها لبروتوكول تعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج سيثمر مستقبلا في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب الشابة في دول المجلس وفي البرامج التسجيلية والتوثيقية والتراثية. نجحت المؤسسة في رصد وتوثيق الحياة الاجتماعية والطبيعية لمنطقة الخليج بما قدمته من أفلام، ومنها التحول الكبير والخليج حضارة وبناء. وفي مداولة الأيام مدكر نحيا على أمل تصفو بوادره، وفي أواخره من صرفه كدر. كما قدمت سلسلة تسجيلية ودرامية تستعرض إنجازات هذه الحضارة وتسهم في تأصيل الهوية العربية والإسلامية. ما يخفى عليك، مثل ما قلت لك، مجلس الإدارة تكون كان قبل إحنا ننضم إلى الأمانة مجلس التعاون. حاليا إحنا انضمينا رسمي للأمانة مجلس التعاون، متمثلة في 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 مقرها بالرياض، والأمين العام مجلس التعاون هو الرئيس المباشر لهذه المنظمات. كان اجتماعات مثل مجلس إدارة، مجلس إدارة تكون من وكلاء وزارات الإعلام، وبعدين في بعض اجتماع ثاني من ينوب عنهم في التلفزيونات والإذاعات. فهذه هذه هذه يعني السمة الموجودة في 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 المؤسسة، ويتم عليها موافقة على اعتماد ميزانيات واعتماد البرامج، وإذا في أي ملاحظات يدرجونها، وإذا في أي شيء يطلبون منا كمؤسسة احنا نسويه حق مثلا مهرجانات أو حق أي شيء معين، هذا احنا طبعا رسم خدمة أن نعملها بكل أريحية. اجلس يا فوزان، قولي بماذا تشعر يا فوزان؟ أشعر بكثرة التبول وبشرب السوائل بكثرة نتيجة العطش، وبالخمول والكسل والنوم، وبفقدان الوزن الملفت للنظر. منذ متى؟ حوالي 10 أيام. حسب الأعراض التي ذكرت والتحاليل المخبرية تؤكد إصابة فوزان بداء السكري من النوع الأول.
ولكنه صغير على أن يصاب بمرض السكري. إن مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارا بالعالم. وقامت المؤسسة ببث برامج توعوية ورسائل إرشادية لكل ما يهدد سلامة صحة الإنسان، من أبرزها سلامتك. سلامتك. وقف، وهو برنامج مروري توعوي. الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق. قف. التدخين أثناء قيادة المركبة له مضار كثيرة، فلا تكن طرفا فيها. وفي هذا المجال قامت المؤسسة بحملة لدعم التوعية المرورية لتعريف السائقين، وخاصة من جيل الشباب، بنتائج مخالفة قوانين المرور. وقدمت المسلسل الكرتوني دمتم سالمين، وهو يحاكي المواقف التي تعترض أفراد العائلة بقالب كوميدي، ويقدم الحلول المثلى لها. وتوجهت أيضا برسالة خاصة إلى الشباب من خلال لا للمخدرات، لما لها من تأثير مدمر على الفرد والمجتمع. سأخدم الأصحاب وأرتب الجلسة وكل شيء، كل شيء. المهم أن يكون لي مأوى. أرجوكم اسمع أنا سأجهز لكم المخدر، نعم، وسأشتريه لكم إذا لزم الأمر. وفي المجال الدرامي أنتجت المؤسسة عددا من المسلسلات الاجتماعية بمشاركة نخبة مميزة من فناني دول المجلس، وكان لها الأثر في كشف ومعالجة بعض الظواهر التي اجتاحت المجتمع، كالمشاكل التي يتعرض لها الأبناء من جراء حالات الطلاق في مسلسل الانحراف. وتلك التي تنتج نتيجة التدليل الزائد لأحد الأبناء ومساوئ التفرقة بينهم في مسلسل آخر الأنقود والعديد غيرها. أمورة بنت يامن، ها؟ لما كانت والدتها على قيد الحياة ما كانت كذا. مهم صرها تتزوج وتبتعد عن أمها. حس يعني شعورها أن أمها على قيد الحياة هذا يكفي. هو أحسن علاج لها أنها تتزوج. صحيح، أنا كلامك هذا أوافق عليه 100%، لكن لا يمكن أجبرها على الزواج. بعدين أنا عيالي كلهم معودهم أني ما أتدخل في أمورهم الخاصة بتاتا. وقرنت المؤسسة أعمالها بحملات إعلامية أرسلت من خلالها قيم المجتمع العربي التي تقوم على التسامح والتواصل مع الآخر بالحسنى، وتؤكد على وحدة وتلاحم الصف العربي. وعلى الصعيد الإذاعي قدمت المؤسسة باقة إعلامية توعوية إذاعية موازية لما قدمته على شاشات التلفزة، ومن أهمها المسلسل الإذاعي حياتنا، وبرنامج تعليم قواعد ومبادئ اللغة العربية للأطفال، بالإضافة إلى الإسلام والسلام الذي يخاطب الجاليات الأجنبية في دول المجلس، معرفا بالدين الإسلامي وما يحض عليه من سلام واحترام لجميع الأديان. منذ العرض الأول لبرنامج افتح يا سمسم في ديسمبر من عام 1979، بعد بثه على جميع الشاشات العربية من المحيط إلى الخليج، كانت حصيلة العمل المشترك إنتاج وعرض ما يقارب من 315 حلقة موجهة إلى فئة ما قبل المدرسة لإثارة فضولهم بحقول المعرفة، خاصة أن العمل خرج إلى النور بعد العديد من الدراسات العلمية ساهم في إعدادها 56 شخصية مؤهلة علمية وذات خبرة في المجال الإعلامي، وذلك لضمان نجاح العمل ووصوله إلى ذهن الطفل المتلقي. أنتجت المؤسسة ذلك على 3 أجزاء متتالية. تعثر عرض الجزء الثالث لفقدانه إثر الاحتلال العراقي للكويت في عام 1990، وبعد ذلك لم تتوقف المؤسسة عن إنتاج برامج الأطفال
بل واصلت مسيرتها العديد منها، مثل افتح يا وطني أبوابك وعالم المعرفة وأبناء الغد. افتح يا سمسم، يعني الحين انتقلت حقوقها الى الاخوان في دوله الامارات في شركه بدايه، هي تملك افتح يا سمسم. طبعا دفعت مبلغ 12 مليون دولار عشان انتاجه. ف احنا نفكر، بس عندنا رؤيه ثانيه، ان نتجه للمسرح مع السمسم، لان هم ما يخفى عليك في الكويت المسرح ناجح، يعني في الاعياد في المناسبات هنا ما شاء الله المسارح تصير تاخذ طابع الاعلامي توسعي، ويصير في منافسه بين المسرحيات. فكنا احنا نفكر في هذه الفكره وطرحناها لهم، ووعدونا يدرسون الموضوع ويعطونا خبر، لان هم في موافقه من 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 دول من الشركه الام اللي هي سي تي دبليو في نيويورك. بس سلامتك هم اخذ نفس العمليه، اخذ بعين الاعتبار، وقاعد يعيدونا نشتغل فيه. احنا لنا جزء، احنا فلاشات حوالي عندنا مكلفونا فيها نسوي كم فلاش، ويمكن قف ما زال في المناسبات، بس ما يمنع. احنا عملنا برامج، احنا في عندنا برامجنا الثقافيه الوثائقيه، مدينه المعلومات، افتح يا وطني ابوابك، هم من عمل في وقتها يعني كبديل حق السمسم. واي فرصه تينا نتعاون فيها مع الطفل، مع المرأة، مع المعاقين، مع يعني أبسط شيء. الحين إحنا قاعدين نسوي احتفالات دولة الكويت اللي تصير تحت رعاية صاحب السمو، رعاية سامية من صاحب السمو، مثل تكريم المعلم. إحنا صار لنا 4 سنين إحنا نشرف على الحفل كله، من الأفلام، من المواد اللي تنزل، والحفل كله. نفس الشيء جامعة الكويت تم رعاية سامية من صاحب السمو، تكريم الطلبة الخريجين. وطبعا احنا نشكر وزارة التربية ونشكر جامعة الكويت على الثقة اللي عولونا اياها، وهالمجرة يعني. طبعا اذا عندنا حملة عن امراض السرطان عندنا راح تكون يعني المرض العصري هذا اللي الحين ما عاد شيء اسمه يعني انك ما تواجه المريض، والعلاج متوفر، وفي روح من التطلع ان يقضون على هذا المرض باذن الله تعالى. وكل فرصه تينا نشارك فيها، نحط ايدنا فيها، نساهم فيها، حتى في امور فنيه يعني بس مساهمه. طبعا مهرجانات نشارك في اعمالنا مهرجانات، والحمد لله حصلنا على وايد جوائز متقدمه وزينه، فتلقانا في كل مكان، وتواجدنا واسمنا يكون موجود، هذا راح يعطينا يعني نوع من الدعم. وما ننسى ونطالب دولنا الخليجيه ودولنا دولتنا الكويت، دوله الكويت المغرب، انه يوقفون ويانا ويساعدونا، لان هذه منظمه يعني بنيت على اكتاف ناس لهم الفضل ولهم كل احترام وتقدير، عشان انها ترفع مستوى الميديا في دوله الكويت ودول الخليج العربيه. وهكذا تواصل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن نجحت في ترسيخ اسمها لدى أجيال عدة من أبناء المنطقة والوطن العربي بجدارة.